هدى وهنا. نحن طبعا معكم وموضوعنا الأول هو عن تربية الأبناء بالحب. أدي هالنقطة إلى أهمية كبيرة وإلها تأثير قوي على النمو الشخصي والتطور العاطفي والاجتماعي لأبنائنا، لأنه حب الوالدين وتقديرهم لابنهم أكيد بيساعد على بناء صورة إيجابية عند الطفل. مجرد الإحساس بأنه هيدا الطفل محبوب من أقرب الناس لألو، من أكتر الناس اللي هو يعني بس بده رضاهن، قديه هيدا بيأثر إيجابي عليه وعلى ثقته بنفسه وعلى قدراته. اليوم رح نتوقف مع هذا الموضوع، وخلوني رحب بضيفنا الموجود معنا داخل الاستوديو، الخبير التربوي بمجال الطفولة الدكتور عبد الله بن حمد الحسين. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. الله يحييكم، وسعيد جدا بأن يتواجد في هذه القناة والإذاعة الجميلة. يسعد نهارك. خليني ابتدي معك دكتور بمفهوم التربية بالحب. انتو كمختصين كيف بتعرفوا؟ جميل. مفهوم التربية بالحب هو من وجهة نظري كخبير ومستشار هو اسلوب او مبدأ يقوم على الحب والمودة والرأفة والرفق واللين من اجل تحقيق نمو كامل للشخصية المتكاملة للطفل بشرط الاقتران مع الحزم. هذا معنى التربية بالحب. كيف؟ نبسطها لكم. مفهوم التربية بالحب معروف يعني أن كل الأباء وكل الأمهات يعني يكنون الحب الكبير لأبنائهم، حب ما له حدود. ولكن لماذا الحب بالتربية مقترن بالحزم؟ لبناء شخصية الطفل. يعني مستحيل تقول الأم تترك كل شيء يريده الطفل أو يعني يتحقق جميع رغبات الطفل فقط لأني أنا أحب ابني. نعم. سواء الآباء أو الأمهات، لا، لابد يكون هناك في حزم. نعم. الحب الحقيقي، التربية بالحب لابد يكون مثل ما يكون. أعطيني دكتور موقف فيه تربية بحب وبنفس الوقت حزم، لأنه كتير منا. جميل، تفضل. المثال أو الموقف جميل جدا. يعني خلنا نعطيكم مثال واقعي من الحياة اليومية نعاني منه شبه يومي كثير أو بعض من الآباء والأمهات، هو استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية وتحديدا بلاي ستيشن. نعم. جميل جدا. أنا مع ليس مع ضد يعني نحن نمنع الأجهزة، لأن هي في الأساس وفي الأصل نعمة من الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون نغمة. ولذلك التربية بالحب بمعنى الحزم، أنا أخلي ابني يلعب في قواعد أو في ضوابط أو في حدود متفق عليها من جميع الأطراف. بمعنى له ساعتين، تجاوز الساعتين لا، هنا أطبق إيش اللي قلت لك، المقترن بالحزم. من أجل ليش أنا أمنع طفلي؟ أخاف عليه، أحبه، لأن لو جلس أكثر. طبعا هذا الأكاديمية البريطانية والأمريكية وحتى يعني الحرس الوطني في المملكة السعودية متفقين على هذا الشيء، كل المنظمات اللي تعنى بصحة الطفل متفقين، لو تجاوز الثلاث ساعات ولكن يعني استمرت حيصل لدرجة الإدمان. وبالتالي هذا الآن أنا ما حافظت على ابني وأنا ما حبيت ابني، وبالتالي يتأثر أضرار كبيرة من جوانب عديدة، من الجانب الصحي والجسدي والنفسي إلى آخر. نعم. هذا معنى التربية بالحب مقترنة بالحزم. نعم. خليني أقول للمستمعين إذا بحاجة إلى أي استشارة بتقدروا تتصلوا فينا على الهواء على 011-5200-200 011-5200-200. دكتور، ليه أنا بحاجة إلى التربية بالحب؟ أولا طبعا التربية بالحب ليس حديث العهد، يعني حديثنا احنا الآن وفي عصرنا الآن، لا لا لا. أول من طبق التربية بالحب قدوتنا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. طبعا. فالرسول الله عليه وسلم كان يلاعب أحفاد الحسن والحسين بالرفق واللين، بالمودة والرأفة، كان يستمع للحوار الجميل، كان يلعب معهم متواضع بدرجة كبيرة. ولذلك في الحديث الصحيح يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي موقف جميل للأقرع بن حابس
شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب علامات استفهام، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتقبلون صبيانكم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رد شافي ونبوي ووافي، فقال: نعم. فرد الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يرسل رسالة سامية قيمة: أو ما ينزع الله من قلبك الرحمة، يعني الرحمة في قلبك، فأنت لازم تكون يعني عطوف ورحوم ورفق ولين، ولذلك هذا منهج يعني نبوي قبل أن يكون منهج تربوي. أنا أقول رسالتي وإضاءتي التربوية لجميع الآباء والأمهات، بمعنى لماذا نحن نحتاج إلى التربية بالحب؟ من أجل بناء شخصية الطفل المتكاملة. نعم. مستحيل يعني، تخيلي يا أختي الكريمة، إذا كان في صراخ في البيت لا يمكن أني أصنع شخصية، مستحيل طبعا. إذا كان في تهديد أو وعيد أو زجر طيب أو مقارنة للأسف السلبية، نعم، مستحيل أني أبني شخصية قيادية أو شخصية واثقة أو شخصية متميزة. صحيح. إذا مستمعينا 011-5200-200 لتكونوا معنا على الهواء مباشرة تطرحوا أسئلتكم. يمكن كتير من الأهل، وحضرتك ذكرت هيدا المثال اللي ذكرته، أنه بيكونوا صارمين جدا مع أبنائهم، يعني حتى في أباء مثل ما حضرتك ذكرت قبلي لابنه بحس أنه ممكن تضعف شخصيته، لا هو بده يربي رجال وإلى آخره، هيدا الأفكار اللي بعدها موجودة عند كتير أهل. اليوم شو هي الطرق الفعالة لحتى نربي مثل ما حضرتك ذكرت بحب بحزم، ولكن بنفس الوقت نقدر نظهر لأبنائنا المحبة والتقدير والاحترام يحسوها منا؟ جميل جميل، سؤال جميل جدا. يعني احنا بحاجة الآن لخطوات تربوية يعني مقترحة ولكن تكون عملية. أولا من الأشياء الجميلة التقبيل والاحتضان، هذه معادلة عندنا في التربية. لماذا؟ نعم. لأن بعض الأطفال، كثير من الأطفال يعانون من جفاف عاطفي. قد يستغربون بعض الآباء والأمهات ما هو الجفاف العاطفي، ما في قبلة، ما في احتضان، ولذلك هنا النقيض، التقبيل والاحتضان يساوي كمعادلة رياضية إشباع عاطفي. فالطفل يحتاج إلى الإشباع العاطفي أكثر من أي شيء، يعني حتى بالأشياء المادية. فالإشباع العاطفي يدخل في محتواه التقبيل والاحتضان بشكل يومي، خاصة إذا كان في الطفولة المبكرة أو في الطفولة المتأخرة أو المتوسطة. فهذه النقطة الأولى. الخطوة الثانية، خلونا نستمع لأطفالنا أكثر مما نتحدث. ترى الطفل عنده يعني نسميه إحنا عنده كلام كثير، وبعض الأطفال ما شاء الله يجيدون التحدث والأسئلة الكثيرة، فالمفترض على الأباء والأمهات يستمعون أكثر مما يتكلمون، وبالتالي كم يأخذ هذا الطفل للأمانة، يعني خلنا نكون واقعيين أكثر، ما يأخذ سوى دقائق معدودة، دقيقة دقيقتين ثلاث لا يتجاوزها. فبالتالي مجرد أني أنا كأب أو كأم أحسن الاستماع، فبالتالي أنا هدفي بناء شخصية الطفل. هذه من الأمور المهمة. كذلك جميل جداً إعطاء وقت للطفل حق مكتسب له. بمعنى إيش؟ بمعنى أني أنا ألعب مع ابني، مش ألعب لما يطلب ابني مني أني ألعب معه، لا، أنا أخصص وقت مكتسب، لأن اللعب حق مكتسب للطفل. نعم. فلا تحرمه منه. فمن الأشياء الجميلة هذه الحوار، التقبيل، الاحتضان، الرفق، نعم، اللين، الحوار الجميل، الاستماع، نعم، هذه كلها تبني شخصية الطفل المتكاملة. نعم. خلينا ناخذ هيدا الاتصال. اهلا وسهلا، من معنا؟ الو الو، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين اخي، تفضل، مين معي؟ معك ريان. يا ريان تفضل، معك الدكتور عبد الله. السلام عليكم دكتور عبد الله، يعطيك العافيه يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت دكتور تطرح برضه نقطه، في حال لم يمنح الطفل هذه العاطفة والحنان من الوالدين، جميل، وش راح يصير فيهم لما يكبروا؟ نعم. يا سلام، سؤال جميل جدا، شكرا يا ريان، يعطيك العافية. جميل جدا، وأشكرك أخوي ريان على المداخلة الجميلة والقيمة، وسؤال للجميع، يعني مش بالأخص ريان، سؤال جميل للأمانة. وش راح يحصل؟ يعني وش الأثر اللي المترتب
على بناء شخصية الطفل في المستقبل، نحن لا نقول في الوقت طبعا. الحالي. إذا فقد الطفل الأشياء الإيجابية اللي ذكرناها من تقبيل ومن احتضان ومن حب ومن تقبل، أتقبل ابني كما هو، ومن حسن الاستماع والحوار واللعب، فبالتالي يحدث أمور قد تكون أثارها كبيرة جدا على في قادم الأيام. من ضمنها أولا ضعف بناء الشخصية. الشخصية هذه تكون محزوزة للأمانة، لا أجامل، الشخصية تكون محزوزة. قد يحصل للطفل يكون من الأطفال اللي يعانون مشكلة الانطواء، القلق، التوتر. والمشكلة الكبيرة والأدهى قد يحصل بما يسمى الرهاب الاجتماعي والمتمثل في الخوف. تخيلوا بعض الأطفال الآن وصل عمرهم تقريبا يعني، وللأمانة أتكلم بعقلانية وبواقع كبير، 10 سنوات يخافون للأمانة الدخول إلى دورات المياه، أو يخافون من كذلك أختي الكريمة من النوم بمفرده طبعا، يعني وصل لصف 5 و6 أو المتوسط، وهذه يعني للأمانة مدمرات الشخصية. أنا ما يعني قد تكون بدراية أو بدون دراية من الآباء والأمهات، لكن إحنا الآن فصلناها. نعم، خلينا نأخذ اتصال آخر. أهلا وسهلا، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ هلا أستاذ هدى، معك وائل من الدمام. وائل، معك الدكتور عبد الله، تفضل. أهلا، يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية، سعيدين سعيدين باتصالك، تفضل. تسلم، الله يبارك فيك دكتور. يعني أنا عندي ولد عمره 8 سنوات. جميل. وللأسف يعني عم يبقى وقت طويل على البلاي ستيشن، يعني يمكن أكثر من 7 ساعات باليوم، 6 ساعات 7 ساعات. ونحاول انه يعني بس انه ساعة او ساعتين بس، عم يصير يبكي ويصير يعمل مشاكل مع اخته الاصغر منه وكذا. واريح لنا يعني اخر شيء البلاي ستيشن. ايوه، خلصنا واعطيه، خليه يلتهي بالجهاز. يعني انا عارف انه هاي مشكلة كبيرة، بس بدنا حل. يعني ممكن هل في طريقة نحاول انه نبعدوا عن هالأجهزة هاي، سواء البلاي ستيشن ولا جوال ولا شيء؟ طيب من معي يا أخي؟ من؟ وائل. وائل اسمعني، وهذه الطريقة لا أجامل فيها، والحل لا أجامل فيه للجميع، وائل وغير وائل. الطريقة أنه أولا نبدأ بعقد سلوكي، عقد سلوكي، ورقة بيني وبين الطفل، بيني وبين جميع أبنائي اللي يلعبون بلاي ستيشن أو الأجهزة، حتى الآيباد، أي جهاز لوحي ضوي. طيب، للابتعاد عن خطورة الأثر الصحي والنفسي والجسدي. أولا عقد سلوكي، حدد ما للطفل وما عليه. أنت اتفقت معاه 2 ساعة 1.5 ساعة، وهنا أحب أن أشير بأن حتى لو لعب 1.5 ساعة لازم تكون متقطعة لتقضية الدماغ والخلايا وشرب الماء بين فترة وفترة، 1/2 ساعة بريك، حل الواجبات، 1/2 ساعة مثلا، 1/4 ساعة، جميل أنها لا تتجاوز 1.5 ساعة. هذا أولا. الأمر الثاني العقد السلوكي بينك وبينه، لابد، هذا اللي ذكرت أختنا الكريمة أستاذة هدى جزاها الله خير، لابد يكون التربية بالحب مقترن بالحزم. لابد يا أستاذ وائل، لابد يكون خلاص العقد جات، خلص الوقت المحدد اليومي للابن، روح الورقة. وهذا من الأشياء الجميلة، أنا اتفقت معك بعقد سلوكي، أنا لا أضرب ولا أعنف ولا أصرخ ولا شيء، أنا بيني وبينك عقد سلوكي، التزمت بالعقد السلوكي فأهلا وسهلا. ابني صحيح أنا خاف عليك أكثر من خوفك على نفسك، فهنا لابد، جات تجاوز الحد، لا ستوب، خذ الجهاز، انتهت السالفة. تقول لي بكى الطفل، أدري، خلي يبكي، ماذا يحصل؟ ما يحصل أي شيء للأمانة. أهم شيء الابتعاد عن الأشياء يعني السيفتي الضارة بالابن، وخلي يبكي. تدري يا أخوي وائل، لو تميت على هذا، أنا أجزم لو تميت على هذا التطبيق التربوي الجميل 1 أسبوع بس، مع الحزم ومع الحب والتقبيل والاحتضان، لا تفقد الأشياء اللي ذكرناها، بإذن الله يعرف إن هناك سياسة وهناك حدود وضوابط واضحة وضوح الشمس في داخل الأسرة. فبالتالي خلاص يعرف مهما عملت ومهما فعلت من مغريات، أو حتى لو راح للأم، لأن عندها العاطفة أكثر من الأب، لا. فلذلك يعني طبق التربية بالحب
بالاقتران بالحزم. أنا أجزم بإذن الله أنها ستنجح هذه التجربة. وفيها شغلة كتير مهمة، تعلم الطفل أنه أنت أخذت كلمة واتفقنا على قرار بدك تلتزم. يا كمان سلام. أنت يا سلام. مش بس جميل. أنا جميل. اليوم ذكر وائل نقطة كتير مهمة، كلنا منضعف تجاه أبنائنا، كلنا منكون مرات تعبانين، فمنقول يلا يعملوا اللي بدهم إياه، كان بيلعب بلاي ستيشن، بفوت بيقعد بالغرفة بالساعات لحاله، بيطلع برا البيت إلى آخره. شو أهم التحديات اللي ممكن يواجهوها الأهل في ما يتعلق بتربية أطفالهم بالحب؟ شوف التحديات في المرتبة الأولى الأجهزة الإلكترونية للأمانة. مش ضعف الأهل؟ مش عدم التزامهم؟ هي موجودة الآن. نعم. أتكلم، هي موجودة للأمانة ومنتشرة في كل، يعني إحنا الآن نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، الآن نتكلم يعني عن شيء ترى مفيد قبل أن يكون ضار للأسف. والتوظيف الأمثل إحنا اللي فقدناه. نعم. إحنا لا نوظف التمثيل الأمثل. كذلك الصعوبات اللي نعاني منها بصراحة عدم الاتزان بين الأب والأم بصراحة. صحيح. بصراحة الأم تقول نعم والأب يقول لا، الأب يقول نعم والأم تقول لا، ما في هناك اتفاقية داخل الأسرة بين الوالدين قبل، يعني قبل أنهم ينفذون الألعاب وكذا. لكن أنا عندي يعني استراتيجية جميلة جميلة جدا، ويمكن لأول مرة أتكلم من خلال هذا اللقاء. جميلة. أنا وجهة نظري لو جبنا أجهزة إلكترونية أو جبنا أي جهاز لوحي ضوئي، بين للطفل أن هذا اللوح الضوئي، وهذه حتنجح بإذن الله تعالى، أو الألعاب الإلكترونية أو جهاز بلاي ستيشن هو يستخدمه، ليس نقل ملكية أختي الكريمة، لا مش لائلك، لا مش لائلك، هذا هو ملك لي، ولكن أنا من باب أنك متميز، من باب أنك حريص، من باب أنك كذا، فأنا بعطيك كل يوم ساعة هو لي. لكن شو اللي حصل؟ الخطأ الكبير عندنا اليوم، الخطأ الفادح، أن احنا ننقل الملكية من عندنا ونعطيها الابن كملكية خاصة. هنا لا، هنا ما يجوز أنك تأخذه للأمانة. تكلم بصدق، يجوز أنك تحزم، يجوز أنك تتحدث مع الولد، تحاور بالطريقة الجميلة، لكن ما يجوز أنك تأخذه، أنت أعطيته إياه، فهنا نقلت الملكية، فهنا ننتبه، الأمر خطير للأمانة. ولا مرة فكرت فيها بهالطريقة، بس معك حق للأمانة. أنا أتكلم الآن رسالة للجميع، ولأول مرة أتحدث فيها من خلال الدراسات والبحوث، بيّنت لنا، ومن خلال التجارب والميدان التعليم بيّنت لنا، ومن خلال الاستشارات لدى بعض الأباء والأمهات بيّنت لنا. جميلة. اعطي الطفل، جيب له جوال، اعطيه معليش، بس قل له هذا الجوال جوالي، انا اعطيك تستخدمه، لماذا؟ بين، لانك متفوق، لانك متميز، لانك مطيع للوالدين، لانك تحافظ على الصلوات، لانك كذا وكذا وكذا فقط. وبين الوقت، المده الزمنيه المحدده. هنا خلاص الطفل ما يقدر، فممكن الطفل يعني يتناقش معك على اضافه دقيقه، دقيقتين، خمس، ما في مانع، ما عندنا مشكله، لكن لا يتجاوز الثلاث ساعات يوميا، او للامانه الامر اللي نشوفه الان طبعا لا مشكله، احنا جالسين للامانه، اذا تجاوز الثلاثة او الاربع او الخمس فللامانه معلش خذوا الكلمه مني، احنا جالسين نهدم يعني بناء الانسان الطفل طبعا، وهذه مشكله كبيره طبعا. اليوم عم نحكي عن التربيه بحب، قد ايه التربيه بحب ممكن ياثر على تنمية السلوك الإيجابي عند الطفل. يا سلام. أنا أسميها الأثر، أو يعني نقل الأثر. التربية بالحب، شوف لو الأب أو الأم وهذه الأسرة الجميلة الواعية اتخذت مبدأ التربية بالحب المقترن بالحزم، بإذن الله هذا الابن سيكون نموذج، مش للأسرة، للإخوان، سيكون نموذج للمجتمع الخارجي، بداية من الروضة، المدرسة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الأقارب، يعني مثلا أعطيك مثال، لو التربية بالحب شو محتواها هذه الدائرة الجميلة؟ شو مضمونها؟ مضمونها ترى الرفق، حيتعامل برفق مع كل من يقابل، حيحترم الصغير وحيحترم الكبير، حيكون عنده رحمة ومودة وعطف، طيب أشياء كثيرة طبعا. مكتسبات كبيرة لو طبقنا مبدأ التربية بالحب. نعم. اليوم لكل اللي عم يسمعونا، إذا بدك تختار شيء معين تختتم فيه هذه الحلقة، ويمكن كمان الأشخاص اللي عندهم أكثر من ولد بالبيت، ونحن دايما منعاني،
هيدا الولد عم تعطيه أكتر، هيدا عم تعطيه أكتر، هيدا بتحبه أكتر مني. اليوم العدل لما يكون عنا أبناء، في فرق لما يكون في ولد أو ولدين، وفي فرق لما يكون في أربعة أو خمسة. جميل. فبداية كيف بنقدر نتصرف لما يكون في كذا ولد، وشو شو الشيء الختام، النصيحة الذهبية إذا فيني نقول بهالخصوص؟ وجي نتكلم عن الشق الأول، التفضيل، يعني ونسميه المقارنة، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان ما بنكون عم نفضل، بس يمكن ما بننتبه، ما بعرف، الأولاد دايما عندهم. جميل. كلنا منعاني من هالموضوع، طب ليش بتعامل خي غير، طب ليش كذا، لدرجة أعطيك مثال أختي الكريم، لدرجة حتى الابتسامة. يعني يقول لي أحد الآباء، أنا ابتسمت وسلمت على ابني الصغير، ويعني تلقائيا نسيت الكبير، يعني اللي في المتوسطة، فزعل. فقلت له لا اعدل. قال حتى الابتسامة. قلت حتى الابتسامة، حتى الثناء والمدح والتحفيز لابد أنك تعدل، لكن في أمور أخرى بإمكاني أنا مثلا، لأن في حاجيات لازم نفهمها، حاجيات الابن في المتوسطة ما يحتاج الابن في الابتدائي طبعا، فهذه ما لها علاقة في 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 العدل أو التفضيل، لا، لكن من باب الأشياء الضرورية النفسية والجسمية لا، هنا اعدل. من باب الأشياء المعنوية، الابتسامة، التقبيل، الاحتضان، اعدل. فأنا في مقولة جميلة أعجبتني وأحب أرددها دائما وأقول لا رسالة للآباء والأمهات، الأب، قوة الأب في عاطفته وليست قوة الأب في قساوته. نعم. قوة الأب في عاطفته وليس في قساوته. ولكن الكلمة اللي أختم فيها، الاستثمار الحقيقي في البشر، وأعني بهذا الطفل وليس الاستثمار في الحجر. بارك الله، بارك الله لي ولكم ونفعنا وإياكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الخبير التربوي بمجال الطفولة الدكتور عبد الله بن حمد الحسين، يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا. أتمنى أن قدمنا يعني لقاء جميل ممتع عمت الفائدة للجميع إن شاء الله. شكرا لكم.